قضاء الأعلى حافظ نوعا ما على توازنه، وبسبب حفاظه على توازنه أيضا أثر وأعطى قوة للمحكمة الاتحادية أن تقول رأيها أنها طالبت بالحل ضمنا، ولكنها لم تستجيب إلى القرارات السياسية التي تطالب المحكمة الاتحادية بأن تكون طرفا فاعلا ومباشرا في الحياة السياسية العراقية. كل طلب سياسي إذا حلته المحكمة الاتحادية معناها أن الجانب التشريعي في العراق يكون يعني جسد ميت وبدون تأثير، وبالتالي هذه مهمة مجلس النواب نفسه، هو الذي يقرر يعني ويدرس الحالة السياسية ويدرس الحالة الاقتصادية ويدرس يعني كل الأمور لا يمكن أن تحل المحكمة الاتحادية وكأنها شكوى لطلب بالطلاق مثلا. هو يعني قرار المحكمة الاتحادية يبدو عليه شيء من الحرج، بحيث ترك كل ما هو مقبول يعني تفسيريا لأن يتخذ قرار، باعتبار يعني المحكمة الاتحادية بنص المادة 94 من الدستور يعني لها صلاحية البت في ما يخص شؤون السلطات الثلاث، إلا أنها ذهبت عن هذا الأمر باعتبار يعني باعتبار المرحلة التي يعني يمر بها العراق، فذهبت إلى ما ورد في الدستور من أن المادة 64 التي تمنح يعني أو تعطي مسألة حل البرلمان طريقين، اللي هو طريق الاجتماع البرلمان واتخاذ القرار بالنصف زائد واحد، أو بطلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية باتخاذ قرار حل البرلمان. يعني هذا القرار هو ربما تمهيدا لاتخاذ قرار ما مرضي للتيار الصدري بعودة البرلمان، لكن الحقيقة يعني التيار الصدري ما زال ينفي من أنه طالب بعودة نوابه إلى البرلمان.